ايش الخروج على الحاكم؟ اروح حاكم. بيسألوا الخروج على الحاكم واجب، ومتى يجب الصبر على الحاكم وعدم الخروج عليه؟ فجيد انهم يرجعوا. انا على فكره القضيه اللي ما اخذتش درس كامل معي هاي، يرجعوا لدرس الروم اثنين، لانه انا اعطيت الروم واحد جزء واحد، الروم اثنين، درس الروم اثنين، اكتبوا بسام جرار الروم اثنين، وفي الخروج معها مكتوب خروج على الحاكم. ما اخذتش الدرس كامل مشان هاللي بيزعموا انه لا يجوز الخروج على الحاكم، والحمد لله اللي الله طبعا بينت هذه المساله، مش بدنا نحيلهم على الدرس. ما هو الان الدروس يا عماد صارت 528 لحد اليوم. يعني لو واحد بده يحضر كل يوم درس بده 528 يوم. لا، ما هو هذا الان صعب، فبدنا ندل مرات. فاذا بينت والادله اللي بيطرحوها والتفاصيل كلها باقل، بتحتاجش درس كامل، تحتاج درس كامل، والقضيه واضحه. والله سبحانه وتعالى هذول الناس اللي حاولوا يستخدموا يضللوا الناس ويقولوا لا يخرج نخرجش على الحاكم، الله فضحهم باكثر من طريقه. مره بخرجوا على الحاكم ومره بخرجوش على الحاكم، ومره لحظه، طب ما هم بدنا نفهم، ومره كان قال لك حاكم كافر، وهذا لم يوجد في الامه من علماء بيقولوا انه لا يجوز الخروج على الحاكم الكافر، او الحاكم الكافر، والله فضحهم، والحاكم بيزني على التلفزيون نص ساعه، جميل، كله من صنع الرب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وياما يشوفوا الناس. واما اللي بنفتنوا هذول، فهذول بنفتنوا شو نعمل لهم احنا، لكن هذا توعيه للامم حتى يفهموا الدين احسن. طيب كيف يكون الجهاد بالقران جهادا كبيرا؟ القران وصفه هيك، قول الله سبحانه وتعالى عن القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدهم به جهادا كبيرا، أولا بدنا نحدد مفهوم جهاد، وهذا هو اللي إحنا مرات، يا سبحان الله، يعني جتني مرة صحفية غربية بتكتب رسالة الدكتوراه، ولاحظت إنها تفاعلت، ويبدو إنه حتى غيرت وبدلت المرأة. لما قل لي الجهاد، دقق معي بس انا برد ارجع ابين الجهاد. بتعرف الغربيين شو بكون قايلين عن الجهاد. طيب قلت لها الجهاد باختصار انه احنا كمسلمين في موضوع الصراع مع الاخر، في موضوع الصراع مع الاخر، لا نستطيع ان نتصرف الا ضمن ضوابط ما يجوز وما لا يجوز. فمثلا لا يجوز قتل الطفل الصغير في الحرب تعمدا، لا يجوز قتل الشيخ الكبير تعمدا، لا يجوز قتل المرأة تعمدا، لا يجوز، لحظة، إذا هي ضوابط وقيود. لما أنا بندفع في حربي مع الآخرين لاحظ قيود بتقيدني. قلت لها لا يكون الغرب بده ايانا بدون قيود زيه، لا يكون الغرب بده ايانا بدون قيود زيه، لا يكون الغرب بده ايانا بدون اخلاق ولا قيم تقيدنا لما مندفع، يعني يتركنا لعواطفنا وغضبنا ومصالحنا. الدين الاسلامي منعنا، قال بدك انت يجب ان تكون اولا على حق. طيب بدكم مش نكون على حق؟ اذا لازم يفهم الغرب انه هو اذا مش إذا بدوش المسلمين يكونوا مجاهدين، معناته بدهم إياه يكون زيهم ويستخدم معهم الأساليب الدنيئة، وبنفتح المجال. هذا هو، هاي واحدة. اثنين، أما الجهاد فهو أصلا، وهذه الآية أصلا، وجاهدهم به جهادا كبيرا، هي وين أصلا، مكية ولا مدنية؟ هي مكية، يعني قبل أن يشرع الكتاب. تمام، لأنه هو حقيقة الجهاد بذل جهد، تبذل جهدك في إيش؟
في نصرة الحق ودين الله. طب ما هو إيش هو الحق؟ ما هو نزل القرآن والسنة مشان تبين لك إيش الحق، وهون يجوز هون لا يجوز، بإمكانك مش بإمكانك، تمام؟ هيك هذا هو. إذا بذل الجهد. طيب ما هو الذي يقاتل في المعركة يبذل جهد في يبذل جهد إيش؟ في نصرة الحق، ليكون معتدي هو، هذا ما هو الجهاد، تمام؟ طيب لنصرة الحق فهمنا. طيب هو نصرة الحق في القتال، طب ما هو الأهم من القتال الفكرة، هذا القتال زي عملية جراحية، هذا آخر الحل لما ما فيش دواء، لكن نصرة الفكرة، لأنه إذا غيرت الناس أنت بتفكيرها وكذا تستقيم كل شيء تمام وتحل الإشكالية. فأنت لما جاهد بالقرآن إذا أنت إذا معناته القضية فكرية، وجاهد كمان أشياء كثيرة، قضية فكرية، وتقدم القرآن للناس وتبين وتنطلق منه، وجاهدون به تنطلق من القرآن في جهادك للناس. إذا 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 ما نفهمش إنه الجهاد هو القتال، أصلا القرآن لم يقل إنه الجهاد هو القتال، لم يقل القرآن، قال لك في قتال في سبيل الله، القرآن قال قتال في سبيل الله وقال جهاد في سبيل الله. الجهاد شامل، بيشمل القتال في سبيل الله وبيشمل أي جهد تبذله في سبيل نصرة الحق، تمام؟ تكون أنت مجاهد. أما يجوا يقصروا لي إياه على القتال في سبيل الله، كيف؟ ما في قتال في سبيل الله وهو جهاد، إذا في سبيل الله وهو جهاد، تمام؟ لكن الجهاد مفهومه أشمل، هذا لازم نفهمه. أظن بكفي هيك صار. قديش صار؟ ساعتين إلا ربع. ساعتين إلا ربع؟ طيب هو معناته بدنا نعتذر من الأخوة، يعني أنه ما يلوموناش، لأنه بعض الناس كان قال لك طب أسئلتي ما كنت سؤالي، ما إحنا شو نعمل؟ إحنا لعله هذا نكرر هذا الكلام ونلتقي فيهم إن شاء الله، ونشوف من الأسئلة ونختار. ما هو المقصود إنه لعله يكون هذا بديل عن درس الأحد حتى يعود درس الأحد. أيوة. إن شاء الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.